like traveling in a straight line. قلنا السيشن اللي فات يا جماعة ان اللايت ده بيمر او بيسير only في خطوط مستقيمة. والدليل على كده لما انا اخدت الكوردس ديت وانها الحصة اللي فاتت وبدأت اشوف عملت هول على one straight line بدأت اشوف الكاندل فليم، وطبعا قلنا كلمة كاندل فليم يعني لهب الشمعة. يا ترى انا شفت لهب الشمعة ليه؟ because light travels in a straight line. طب يا سيد تاني مرة أنا حركت الكورد اللي في المنتصف، قلنا حركناه شوية شمال أو شوية يمين، بعد كده جيت أبص I can't see the flame of the candle، ما قدرتش أشوف الفليم. طب ليه يا سيد ما قدرتش أشوفه؟ الصوت ما بتوصلش إزاي؟ أنا الكل سامع أكيد طبعا. طبعا ما اقدرش اشوفه يسير علشان برضه اللايت ترافلز ان ستريت لاين. وصلنا في كده لاخر حاجه استنتجناها لايت ترافلز او بروبيجيتس. كلمه بروبيجيتس يعني يسير. ان ستريت لاين يعني في خطوط مستقيمه. ده اللي احنا وصلنا له السيشن اللي فات. تعال نكمل بقى. بيقول لي ايه؟ As a result of نتيجة لي as a result of light travels in a straight line نتيجة ان الضوء يا جماعة بيصير في خط مستقيم في حاجة اسمها some phenomena. كلمة phenomena يعني ظاهرة، بعض الفينومينا بعض الظواهر مرتبطة بهذا الوضع اللي هو مرتبطة بان light travels in a straight line. لما اقول لك ايه what is the phenomena What is the phenomena that affected أو related the traveling of light in a straight line؟ إيه هي الظواهر المرتبطة بإن الضوء يسير في خطوط مستقيمة؟ هتقول لي والله يسير أنا عندي حاجتين. الحاجة الأولى اسمها formation of image through narrow holes. Formation of image through narrow holes يعني تكون الصور خلال الثقوب الضيقة. Formation of image through narrow holes. تاني حاجة وهي formation of shadow. يبقى دول التو phenomena اللي هي مرتبطة بترافلينج اوف لايت ان ستريت لاين. تعال مع بعض بقى نشوف. طبعا هنا بقى الكلمات رو صف Propagation انتشار inference اللي هو استنتاج flame لهب partition او screen اللي هو حائل ثم centered hole يعني ثقب مركزي. تعال نشوف اول ظاهره عندي اسمها formation of image through narrow holes اللي هي تكون الصور خلال كلمة narrow holes يعني الثقوب الضيقة. Formation of image through narrow holes. يعني ايه formation of images through narrow holes؟ بيقول لي والله في فكرة كده أنا عايز أقولها لك. إيه هي؟ إن أنا هبدأ أعمل التجربة التالية. هجيب بوكس زي ما أنت شايف كده. البوكس ده في ايه؟ هبدا اشيل منه جزء واحد بس، يعني هو عندي 1 2 3 4 5 6 6 يا جماعه ست جوانب. هقطع الجانب ده، يعني الجانب ده بس اللي انا هقطعه. تمام؟ هقطع الجانب ده وبعد ما اقطعه هحط مكانه حاجه اسمها سيمي ترانسبيرنت ماتيريال. هقول تاني الحته دي، هقول تاني هجيب اي بوكس عندي زي بتاع مثلا الشوكليت او بتاع الاحذيه او اي صندوق او علبه كرتون واعمل ايه يا سيد؟ هقطع جانب واحد منها. شايفين؟ الجانب ده بس. هقطع جانب واحد منها. هذا الجانب لما اقطعه هشيله واحط مكانه سيمي ترانسبيرنت ماتيريال. تعال اقول لك هعمل ايه بالرسم عندي. شوف انا هرسمها لك مع بعض اهون. انا عندي يا سيدي الصندوق بالشكل ده اهو.
تمام. هاجي على الجانب ده هوت واقوم قطعه خالص بالمقص، يبقى انا هاجي على احد هذه الجوانب اللي هو الجانب ده كده واقطعه خالص، يبقى هنا اصبحت فاضيه. واجيب حاجه اسمها سيمي ترانسبيرنت، وهقولها لك ليتر دلوقتي يعني ايه سيمي ترانسبيرنت، هناخدها بالتفصيل ليتر، انما هي عباره عن حاجه اسمها شبه او نصف شفاف، حاجه كده يا جماعه ما هيش شفاف قوي، عامله ازاي بالظبط؟ ورق الشفاف اللي سيادتك بترسم بيه الرسومات بتاعه الدراسات، او زي التيشو بيبر ورق الكلينكس المناديل، ده برضو يعتبر سيمي ترانسبيرنت. وفي الجانب الاخر المقابل له اعمل سمول هول، ثقب صغير اهو. يبقى انا كده عملت ايه؟ جبت الكرتونه وقمت قاطع جنب منها وعملت في الجانب الاخر هول، بس حطيت هنا سيمي ترانسبيرنت ماتيريال، حاجه نصف شفافه زي ما قلت لك زي التيشو بيبر او ورق الكالك بتاع الرسومات بتاعه الدراسات. واجي احط تمام، احط قدام هذا الهول كاندل شمعه، وابدا يا جماعه اقرب الشمعه او ابعدها شويه كده او كده او كده لحد ما الاقي صوره للفلين بتاع الشمعه، لهب الشمعه اتكون عندي على هذه الورقه السيمي ترانسبيرنت ماتيريال. يبقى ببدا احرك هذه الكاندل شويه يمين شويه شمال لحد ما اجد ان في صوره واضحه قوي، وطبعا بتكون صغيره جدا، صوره صغيره واضحه للهب بتاع الكاندل بيتكون على السيمي ترانسبيرنت دي. واجي اقول لك ايه؟ تعالى نرجع تاني لموضوعنا. الراجل اهو، طبعا كل ده انا مش بحفظه، ريموف وان سايد، شلنا وان سايد خلاص قطعناه. وبعدين حطينا حاجه اسمها سيمي ترانسبيرنت بيبر، اللي هو الورق النصف شفاف او شبه شفاف زي ما قلنا زي ورق الكالك. وبعد كده ميك ا سمول هول، عملنا ثقب صغير اهو. وبعد كده داركن، داركن ذا روم، ظلمنا الاوضه خالص. زين بوت ا لايتد كاندل، حطينا شمعه مولعه. وبدات ابص بالجانب الاخر هنا لحد ما لقيت صورة للكندل. خلي بالك بقى للصورة دي، الجزء ده لازم يتحفظ جدا. يا ترى الصورة اللي اتكونت ايه خصائصها؟ قال لي والله دي بتتميز بحاجتين. ايه هما الحاجتين؟ بص، ا minimized and inverted. نفهم معناها، مينيمايزد يعني مصغرة، كلمة مينيمايزد يعني مصغرة، كلمة انفيرتد يعني مقلوبة. يبقى ا مينيمايزد اند انفيرتد ايمج، صورة مصغرة ومقلوبة. فعلا بصوا، ادي الكندل، الفليم بتاع الكندل واضح انه اول حاجة مقلوب يعني انفيرتد، واضح انه صغير يعني مينيمايزد. يبقى A minimized and inverted image، صورة مصغرة مقلوبة لمين يا سير؟ للكاندل اللي عندي. طب يا ترى الصورة الصغيرة المقلوبة بتاعت الكاندل دي اتكونت ليه؟ قال لي علشان because light travels in a straight line. تعال بقى بص الobservation ده اللي هتحفظ، المشاهدة. A minimized and inverted image of the candle flame is formed in a on a semi-transparent paper. A minimized يعني مصغرة. Inverted يعني مقلوبة. طبعا image يعني صورة. صورة مصغرة مقلوبة للفيلم اللي عندي، للشمعة اللي عندي على semi-transparent اللي احنا قلنا يعني ال الورق اللي هو نصف شفاف. دي كي. يبقى لما اقول لك وات از ذا بروبرتيز اوف ايمج، ما هي خصائص الايمج؟ هتقول لي ا مينيمايزد اند انفيرتد. ا مينيمايزد اند انفيرتد ايمج، صوره مصغره ومقلوبه.
a minimized and inverted image. يبقى الـ properties of the image formed through narrow holes تتميز بحاجتين: a minimized and inverted image. تعال نشوف الـ inference أو conclusion، الاستنتاج. يا ترى إيه اللي أنا استنتجته؟ قال لي والله خد عندك الاستنتاج كالآتي: formation of image through narrow holes is due to، وخلي بالك من كلمة due to، كلمة due to يعني بسبب، سببه traveling of light through any straight line. يبقى السؤال اللي أنا هسأله لك give reason، آدي السؤال ده كيب، give reason يا سيدي. formation of image through narrow holes، الإجابة بتاعتي هقول له because light travels in a straight line. يبقى الصورة تكونت through narrow holes، أو شوف هنا يا جماعة مكتوب لي إيه؟ at bin holes. bin holes يعني ثقوب ضيقة. يبقى الـ give reason ده يتحفظ، الـ inference أو conclusion يتحفظ، الـ observation يتحفظ. الحبة دول كده كيب. يبقى أول ظاهرة عندي وهي عبارة عن formation of image through narrow holes. What is the properties of image؟ ما خصائص الصورة التي تكونت؟ A minimized and inverted. صورة مصغرة وصورة مقلوبة. A minimized and inverted image. الحاجة الثانية، الحاجة الثانية، إيه سبب formation of image through narrow holes؟ سببها traveling of light in a straight line، اللي هو الجفريز. كلماتك minimized، darkened، phenomena، inverted، shadow، formation، semi-transparent، narrow holes أو pinholes. نكمل يا جماعة. دي أول ظاهرة عندي. دي أول ظاهرة عندي. طب أنا مش عارف الناس رايس هاند، رايس هاند كله عشان إيه؟ طب نشوف كده. يارا اتفضلي. ما بتتكلمش. طب يوسف، يوسف سامي، يوسف منيسي، اتفضل يا يوسف. أنا عايز أسأل حضرتك سؤال. اتفضل. وحضرتك قلت كل ما تبعد، كل ما تقرب الحاجة، كل ما تقرب النور للحاجة يعني الشادو بيكبر. الشادو مش بتاع اسمه الشادو. الشادو يعني هو الظل. الايه؟ الظل، صح؟ اه الظل. اه كل ما تقرب ايديك من 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 السيرش لايت، من الكشاف. طب ازاي بقى يعني حتى في الصوره ايوه اهو، ما الصوره انت عندك الصوره نفس. حتى معموله هي لما بتقرب الحاجه بيصغر. لا 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 لا، بص يا حبيب قلبي، بص يا حبيب قلبي، دي الكره اهي وادي الكشاف. شوف الكره بالنسبه للكشاف قريبه جدا. هنا الكره اهي، شايف الكرة يا يوسف اللي انا بعلم عليها؟ اهي شايفها؟ اه. وادي الكشاف. اه. واضح ان الكرة بعيدة. بص بقى للظل، ادي الظل الأولاني لما تكون الكرة بعيدة صغر. لما الكرة دي قربت من الكشاف الظل إيه؟ ها؟ كبر. يبقى the nearer object to the light source has a bigger shadow. ماشي يا يوسف؟ طيب نشوف مريم. تمام يا سير. ماشي مريم. نعم يا سير. كنت عايز اقول لك، هو ما فهمتش الحته بتاعت الشادو لسه. حاضر. نشوف لانا. لانا فكري. سيرة وحضرتك، انت مش انت بتتكلم على اللي هي do you know؟ هي في حاجات مش موجودة عندي. اللي هي ايه؟ يعني مختلفة. اللي هي ايه؟ اللي هي ليه light والجملة اللي تحتها مش موجودين عندي. الليزر، الليزر do you know؟ في do you know؟ مش موجود. عمال عندك ايه؟ الليزر is a light. كل اللي عندي اللي هو الجمل اللي تحت.
انما الجمل اللي فوق مش موجوده عندي. يعني كلمة ليزر از لايت بيم ده مش عندك؟ الليزر از الايت واللي تحتيها بالظبط مش موجودين عندي. طيب يعني بتاع الليزر لايت ده الجزء ده كده مش موجود عندك؟ طيب بصي يا لان، احنا دلوقتي السيشن بتاعنا ايه خلص، فاضل له 5 دقايق ويخلص. لما نبقى في البريك صوري لي انت يا لانا، بس صوريني ايه الصوره دي، البيج دي واللي بعديها واللي بعديها، وبعتها لي على ماشي الجروب. سيدي. ماشي طيب يلا نكمل، لسه في حد عايز يسال سؤال تاني يا جماعه؟ ابراهيم اتفضل يا ابراهيم. طيب ماشي سيد حضرتك يا سيد، انت ما كنتش عامل ريكورد، دلوقتي انت عامل ريكورد. اوبس، يعني الحصه كلها ما كانش فيها ريكورد.